يا اخي قايل لك عازم العيال، حرام عليك يا اخي. لا 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 حرام. ليش نثرت كذا؟ هذا كله انت تلقطتين. انا اوريك اول مره اكسخ بحدا. حسبي الله ونعم الوكيل. استغفر الله. يلا يا ايدي. زين خلاص حبيبي، اصحاب اصحاب صاحب صاحب. شوف انت خربت كل حلاي وانا رايح لهم بمنظر حضاء. الحين اقدم لهم مرحله بمنظر غير حضاري. اوكي شوف شوف شلون صار شكله. وانت ايش سويت عقب العشاء؟ انا اتاسف. ها اسف، راح نقدم لهم الحلا. اخذت من ما اخذت منك شيء، لكن شوف انا مسامحك. رحت لما ابو علي صوت لي ورجعت ولقيت البيض ولا ما لقيته؟ يا اخي بيض 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 بكل مكان، ترى انا اقدر اسويه، بس هذا حلا. وخلني اقدمه للعيال، وانا اول مره اصلح حلا، اول مره اصلح حلا. اوكي وانت انسان حلا، وان شاء الله انك تروح معي ونروح نقدمه. لا بلا يا مهما، خلينا حضاريين شوي، خل عندك ثقافه وانسانيه. وترى اول مره اصلح حلا. مشكله كان ما عندي لا ثقافه ولا حضاريه ولا انسانيه. وياك قدامي بالغرفه.